ونحب نسأل يا دكتور عن التأسيس بتاع الأشجار، أشجار الخشاب تحديدا، فكيف عمر الإنتاج بالنسبة للشجرة؟ يعتمد عمر إنتاج الشجرة اعتمادا على طريقة التأسيس التي تم بها. فهناك 3 طرق للتأسيس: إما يتم التأسيس المباشر عن طريق البذر مباشرة، أو عن طريق تأسيس بواسطة الشتول التي يتم إعدادها في المشتل، أو عن طريق الخلف. الخلف بمعنى أن الشجرة عندما تصل للعمر النهائي يتم قطع الساك ويترك زي 15 سنت بعد بحث الخلف لهذه الشتلة. إذا تم عن طريق الخلف تثمر أو يتم طق الشجرة أو تصل مرحلة الإنتاج بعد 4 سنوات. أما إذا كانت طريقة التأسيس عن طريق الشتول من المشتل فتنتج الشجرة بعد 5 سنوات. أما إذا كان طريقة التأسيس في الحقل بواسطة البذر المباشر بالبذرة تنتج الشجرة أو يتم طقها بعد 7 سنوات. وطبعا هذه كلها عبارة عن تقانات تم يعني توصي بها من مركز محطة البحوث الزراعية بالأبيض. فالناس يعني لازم تتبع هذه الخطوات، وبعد ذاك يعني تفيد في عمر الشجرة وزيادة الإنتاج. فكل عام يتم الطق، فالعام الثاني بيزيد الإنتاج، ثم الثالث، ثم حتى تصل الشجرة إلى ذروة إنتاجها. نعم دكتور حسن، احنا عرفنا عمر الانتاج سواء كان من 4 سنوات او 5 سنوات او 7 سنوات حسب طريقة الغرس او الزراعة نفسها. فعايزين نتأكد من، والسودان هو اكبر دولة منتجة للسمنة العربي ومصدرة له، فالامكانيات بتاعة وجود هذه الشجرة وامكانيات الانتاج بصورة كبيرة وتوزيعها. الحمد لله تعالى انه يعني السودان يعني ربنا حباه بوجود الحزام الصمغ العربي، وهذه نعمه. فنقدر انه هذا الحزام به اعداد كبيره جدا جدا من المورد النباتي او المورد الغابي لاشجار خشاب. والان ما يتم طقه او استخدامه في الانتاج لا يصل 15 او 20%. فالسودان غني جدا جدا بالمورد، فيمكن يعني السودان يغطي كل اي كميه محتاج لها العالم للصادر، يمكن السودان انه يغطيها. فنحن المهم انه لازم نعرف ما هي كميته وما هي امكانياتنا في شجرة الخشاب. فحتى الآن الناس شغالين في عملية الحصر وعملية التخريط، إنه نشوف والله السودان يا أخي فيه كم مليون شجرة، وإحنا ممكن كل سنة نطق كم شجرة، أو إذا كنا محتاجين مثلا ل 40 ألف، 50 ألف، 60 ألف، كم فدان من هذه المساحة يمكن السودان يستغلها ويطقه عشان شنو؟ يغطي الإنتاج العالمي. فالسودان ما شاء الله يعني إذا طقينا 50% أو 40% أو 30% بيزيد الإنتاج. فالسودان يعني موعود، والسودان يعني جاهز لإنتاج أكبر كمية مطلوبة شنو في الصادر أو في الاستهلاك العالمي. نحن لحد حتى الآن احنا يعني لم نصل للغص لل يعني الإنتاجية القصوى أو الطق أكبر مساحات ممكنة. عندنا مساحات موجودة في النيل في النيل الأزرق، وعندنا مساحات موجودة في كردفان، وعندنا مساحات موجودة في كردفان، لكن طبعا يعني المنتج نفسه الآن أصبح يعني لا يستطيع إنه يطوق أكبر مساحات ممكنة. وده احتمال يكون راجع للعمالة، راجع لعدم الاستقرار، راجع للهجرة، راجع مثلا الخدمات الموجودة في المناطق، بحيث إنه يعني الإنسان يزيد أكثر من الزيادة المساحات الممكنة. لكن إذا توفرت كل الإمكانيات المطلوبة واتجهنا لزيادة المساحات أو الرقعة المضقوقة أو الرقعة المستخدمة في إنتاج الصمغ العربي، يعني احنا متأكدين أن السودان ممكن يغطي أي طلب يعني مطلوب في العالم، ممكن يعني يغطيه إن شاء الله. المشاهدين الكرام، لا زلنا في ملف الصمغ العربي، ونحن في مرحلة ثانية بعد أن أخذت الشتلة 3 أشهر في المشتل. الآن وصلنا إلى الحقل وفي مرحلة زراعة الشتول، هذه مرحلة من مراحل إنتاج الصمغ العربي. فحدثينا دكتورة هبة محمود، اختصاصي صمغ عربي بمحطة بحوث الأبيض في هيئة البحوث الزراعية والمشرفة على غابة الدموكية، الغابة البحثية. حدثينا عن إنتاج هذه الشجرة والمرحلة بتاعت الغرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد أهم الأنشطة الموسمية في داخل الغابة هي استزراع شتول الخشاب. بعد ما يتم الترحيل الآمن للشتلة من المشاتل في داخل المدينة إلى المشاتل في داخل الغابة،
تنزل الشتول وتحفظ وتحمى. بعد ذاك لما نبدأ عملية الاستزراع بعد هطول الأمطار، نفضل إنه تزرع الشتول في الصباح الباكر. يتم تخطيط نظافة المزرعة من الحشائش، يتم التخطيط والتوزيع لمسافات محددة كما موصى بها في البحوث الزراعية لإنتاج الصمغ العربي. يتم تجهيز الحفر اللازمة لغص الشتول. في العادة عادة بنزيل الأكياس بتاعت الشتلة، بننزل الشتلة في حتة في داخل الحفرة، نتأكد إنه الرطوبة لحد 30 سنت، التربة رطبة، بندخل الشتلة بتحتي ونخلي حوالين الشتلة تربة رطبة ونضغط عليها عشان ما يكون في فراغات، يكون في أهوية في داخل تأدي لنا لموت الجذور. احنا الان في نموذج مبسط للزراعه نسميها تقليديه او لحيازه صغيره لاي منتج ممكن يكون عنده الحيازه دي. بنوريه كيف يزرع الشتله دي. في تقنيات حديثه لزراعه الشتول، اليات حديثه للمسافات الكبير للمساحات الكبيرة، لكن يهمنا المنتج الصغير الموجود في داخل حزام الصمغ العربي، فلازم أن احنا نوصل له التغنية تحت البحوث الزراعية، ولازم نوريه أن احنا كيف يغرس وكيف يحافظ على الشتلة بتاعته لحد ما تصل عمر 5 سنة، هو عمر إنتاج الصمغ العربي. ولا بد من توفر الحماية الكافية ومنع الرعي والحرائق في داخل الغابة، زي ما قلنا هي غابة بحثية إرشادية، كل الغور الموجودة حول الغابة. احنا الآن معنا منتجين هم بيستفيدوا من هذه التغانات على أساس أنه يتبنوها ويزرعوها في مزارعهم خارج الغابة. نلتقي بالدكتورة تان خالد عشرية، اختصاصي صمغ عربي وغابات بهيئة البحوث الزراعية محطة بحوث الوضعية. دكتورة تانا، كلمينا ما هو المخزون البذري بالنسبة لأشجار الهشاب وعملية التجديد الطبيعي، هل هي مستمرة أم استغنوا عنها بالشتول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التجديد الطبيعي لشجرة الهشاب اللي هو ناتج لي بيكون من البذور المخزنة في التربة، بنسمى نحن المخزون البذري، بيجيني من الشجرة مباشرة وبكون قاعد في التربة، وبعد فترة بيتجدد في شكل نموات بتدي الأشجار من جديد. وده طبعا بيفيد لي كتير في حتة الاهتمام بالشجرة. البرنامج مهتم أيضا بوجود الشجرة وحمايتها في ظل إنه شجرة الهشاب معرضة لمشاكل كتيرة، منها الزراعات على حساب الأرض بتاع الغابات، والزراعات الآلية والرعي الجائر والقطع الجائر. فمنلقى إنه لو التجديد الطبيعي ده بقى فيه وماشي لقدام، فهي بتكون حتى خطوة كويسة، والناس بعد ذاك بتشوف التدخلات الممكنة تكون شنو اللي هو أهميته. وأهمية المخزون البذري والتجديد الطبيعي بيورينا الترند الماشي لشجرة الهشاب كيف، عشان على ضوءه بتحدد لنا التدخل اللي هو التدخلات دي بتكون يا إما بالبذور أو نحن ننتج شتول في المشاتل بالطرق التقنيات المعدة من هيئة البحوث الزراعية. نزرع يا هو قمنا نزرع العيش ونزرع السمسم ونقوم له الهشاب ده وده المغزين، وما شاء الله نلقى فوق والفوائد أي شيء. الزراعة دي طبعا عندها إنتاج موسمة انتهى، يعني مثلا زرعنا العيش حصدوه، زرعنا السمسم بعد انحصد قبلنا على الهشاب، كلام ده بكون في شهر 10 طقينا الهشاب. الهشاب ده دخلنا السوق، نمشي نجيب منه مقاضينا، نجيب أي شيء، نجيب مصاريفنا ونجي حقنا ده نخليه. المهم الزمن الصيف يعدي 4-5 شهور
غرز ثلاثة أربعة باخذ مرات ستة لقيطات. ها غرز احنا ثاني بنكون على زراعتنا بنرجع ثاني. الشجرة دي مستفيدين منها أول حاجة نربيها، يعني لقيتها في الوطة مثلا ما قاعدة عديل نفجها لها كده كويس ونسيلها زي حوت انت بتبقى كويس عشان هي تتغذى. تلقى شجرة ما شاء الله يعني تعدي أربع سنة السنة الخامسة ممكن تطقها بالجنب الشرقية الجنب الجنوبية دي طبعا في الدرد في شهر 12. بعد شهر 12 بتعدي 10 تعدي 10 تعدي 11 12 واحد خلاص تاني اللقطات بقيفا طبعا تجر لقطة يعني بقل شوية. بعد 12 عندنا برضو نستفيد منها تاني في الصيف كلام ده في شهر 2 آخر 2 يمكن 15 2 نبدأ تاني نبدأ حق الصيف نطقه برضو. لكن أكتر حاجة نستفيد من الشجرة، الشجرة دي ما شاء الله يعني ما حاجة سهلة يعني عندها يعني في السنة عندها مرتين عندها شهر 10 عندها شهر 2 من 2 ده تبدأ فيها برضو كمان ده حق الصيف تطق كمان برضو شهر 2 عدي 2 3 4 يعني 4 ده خلاص منه 5 ده خلاص بغرز يعني تعمل لها حساب. إذا طقيتها مثلا شديد بتموت لكن لازم تطق منها الجنب الشرقية أربع فروع ثلاثة فروع وبالجنب الجنوبية كان ده في سمن 12 لازم تطقها في بالجنب الجنوبية وتطقها الشرقية عشان على الشمس على السهرية كده يبتلدي عشان من البرد ده حق حق شهر 12. يعني الحمد لله الشجرة دي احنا مستفيدين منها جدا جدا والله ما حاجة سهلة الشجرة. أنا عايزة أتكلم عن نشاط مهم جدا استزراعي في داخل الغابات. معروف أنه المنتج في كردفان منتج متكامل، بمعنى أنه عنده المحاصيل الزراعية، عنده الماشية بتاعته، وعنده أشجار الهشاب أو أي أنواع شجرية تانية سواء كان هجليد أو سدر أو قضيم، أي أنواع شجرية تانية موجودة في داخل الحزام. فمن أهم الأنظمة عندنا نظام الزراعة الغابية. بنعني بنظام الزراعة الغابية أو الزراعة أو ما تسمى بالزراعة البينية أو زراعة التونجي أو الأجروفورستري عالميا معروف، وبقى ده أنسب نظام للحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية. طيب النظام ده عنده فوائد عديدة جدا من الناحية البيئية ومن الناحية الاقتصادية ومن ناحية النمو. بالنسبة لشجرة الهشاب، الشجرة بتكون موجودة في حيز نظيف جدا من الحشائش، المعاملات الفلاحية بتتم على المحاصيل، بتحسن البيئة بتاعت النمو. بالنسبة للأشجار، المنتج بتاعي بيكون عنده تركيبة محصولية متنوعة من السمسم، البطيخ، اللوابي، الكركديه، ودي كلها محاصيل غذائية نقدية بتعمل تنويع لدخل المزارع، وبالتالي يستفيد المزارع استفادة قصوى من المساحة أو الحيز بتاعه مهما كانت المساحة صغيرة. هو بينتج محاصيل لأسرته، بينتج محاصيل يودي السوق بعد نهاية الدورة المحصولية، وبتبدأ عملية إنتاج الصمغ العربي، وده فيه دخل إضافي جدا كبير جدا بالنسبة للمزارع. وأنا أوصي باستخدام هذا النظام في كل حزام الصمغ العربي. نحن هسه موجودين في مزرعة أو في جزء من الغابة فيه زراعة لمحصول السمسم، ومتواجد مع أشجار الهشاف في تكامل محصولي. من الناحية الفنية نحن بس نحب نوسع المسافات بتحت الأشجار، يعني تكون شوية أزيد من 5x5 ممكن تصل لحد 10 عشان المساحة تكون كافية جدا لإنتاج المحاصيل. أنا عندي منتج متنوع زي ما قلت، في منتج بتاع صمغ عربي ما عنده علاقة بالمحاصيل، في منتج بنتج محاصيل وبنتج صمغ عربي، ده المناسب ليه هو نظام الزراعة الغابية.
من فواشي قلت الهشاب داخل حزام الصمغ العربي بتوفر لنا حطب الوقود وخشب المباني والمعدات الزراعية، بيثبت النيتروجين الجوي وده بيزيد لنا خصوبة التربة بيزيد من إنتاج المحاصيل. شجرة الهشاب كذلك بيزيد لنا الرقعة الزراعية الخضراء والمساحات الخضراء وبتقلل لنا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. الناس كلها عارفة إنه في العالم اليوم دي كلها الأوزون والمشاكل الموجودة في العالم من الهناية. كما إنها بتحافظ على التوازن البيئي وبيزيد لنا من دخل المواطن داخل حزام الصمغ العربي. أنا طبعا الصمغ العربي جيت له عمري 12 سنة 12 سنة في الصمغ العربي، يعني ظهرت لنا فوائد عظيمة الحمد لله. من الناس اللي احنا الناس اللي اشتغلنا في الحتة في الصمغ العربي ده كمية 144 عامل شغالين في غابة الدموكيد الزاد، يعني الحاجة اللي ظهرت لنا أحسن حاجة تمام في الصمغ، يعني الصمغ بيعالج الأمراض. السمو يعني بالنسبة لي في فوائده يعني، فالناس عشان كده أسع البلد كثير يعني بقوا مشهورين يعني مبسوطين بالسمو. أول كانوا ما كان عارفين عنه حاجة، لكن السمو فيه فوائد عظيمة جدا جدا. حتى الأشجار بقوا بحموها، زمان ما كان ما بحموها، السمو بقوا بحموها. الناس اللي شافوا السمو تأكد من السمو. فأنا اشتغلت فترة طويلة يعني، أنا اشتغلت 44 سنة الحمد لله. السمو حاجة سمو جدا جدا، السمو العربي زي ما في كل حاجة. الشجر كيف؟ الشجر الهشاب، ما هو هشاب أكثر حاجة الهشاب. بعدين في ده الثاني ده اللي بيقولوا على شنو حرائز والهناء ده ما عاد، لكن الصمغ العربي الزهد المهم والمفيد أكثر حاجة بالنسبة، يعني حاجة كويسة جدا جدا بالنسبة لل في الحماية. كان عندنا ذاته عمال كثيرة يوميا 16 نفر ده بكونوا لافين في الغابة، 8 بمشوا كده بجنوا و8 بشمالة، ما بخلوا ناقة ما بتخش هناك عربي يعني بسرح ببهيمة بخلوه غش. لكن الحكاية شوية كده بعد السلك، الحكاية دنت السلك انتهى وهنا بقى بهيم بتخش، لكن برضه في حماية وأحسن منه ما في كل الناس. حتى العرب ذاتهم اللي كانوا بيجيبوا بهايمهم هنا عرفوا أن الصمغ له قيمة هاي لفترة طويلة يعني. المشاهدون الكرام، في هذه الحلقة من ملف الصمغ العربي تعرفنا على مرحلة جديدة من مراحل إنتاج هذه الشتول حتى تصبح شجرة. فهذه المرحلة نغرس هذه الأشجار في الحقل مباشرة، ولتغرس جذورها عميقة في هذه التربة لتواجه هذه الظروف القاسية من المناخ والحيوان والإنسان، حتى تستطيع أن تؤسس نفسها بصورة جيدة، تستطيع أن تقاوم فيها هذه الظروف لتصبح شجرة منتجة للصمغ العربي بعد 4 أو 5 سنوات بإذن الله تعالى. فإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من مراحل إنتاج هذه الشجرة، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أبو ثمر المنتج، عيلي يا أبو ثمر المنتج، عيلي.